حضرتك. انا بقى عايز اعرف الاول قصه التطبيق اسمه ايه، اللي ايه المواطن هيعمل ايه علشان ينزله على التليفون كده في البدايه، ناخد واحده واحده علشان الناس تفهم معانا، لان برضو معظم اهالينا في القرى اللي ممكن يكون عندهم طلبات تصالح عايزين يستوعبوا الحكايه بشكل سهل. يعني خليني اقول لحضرتك انه الفكره دي وغيرها من سواء كنا بنتكلم على يعني سواء التطبيق او بوابه الخدمات المحليات او المراكز التكنولوجيه، البوابه الالكترونيه للمراكز التكنولوجيه، كل دي ادوات من شانها انها بتساعد المواطن ان هو يقوم بعمليه ادخال البيانات بتاعته الاول. خليني اقول لحضرتك قبل كده كمان في حاجه في غايه الاهميه، وهو كمان اللي هيتقابل مع المواطنين. الهدف الرئيسي زي ما اكد معالي الوزير امس في ضوء توجيهات القياده السياسيه وتكليفات دوله رئيس مجلس الوزراء، ان الهدف هو التيسير على المواطنين في جميع المحافظات المصريه المعنيين والمهتمين بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين اوضاعهم وفقا للقانون الجديد اللي هو 187 ل 2023. طيب حضرتك في طبقا للقانون اللي هو 187 ولائحه التنفيذيه 1121 في المواد بتاعتهم موجود ان في مجموعه من الطلبات لابد ان تقدم مكتمله في الطلب علشان يتم الاعتداد بالاتصال. طيب يعني انا هدخل كل الورق المطلوب على التطبيق، لكل الورق المطلوب يعني على التطبيق. اللي هو اللي انا فاهماه ان الورق ده فيه مثلا الرسم الانشائي، التقرير اللي اتعمل، الحاجات دي كلها، المكان، كل حاجه. بالظبط يا فندم، حوالي على حسب الحاله يعني اجمالا كده حوالي من 12 ل 14 بند. البنود دي كلها بتبقى موجوده في الملف، المواطن بنفسه بايده بيستكملها وبتبقى الصوره الالكترونيه موجوده، بيطلع له باركود وبيطلع له سيريال نمبر. الرقم ده بيروح بعد كده بيه للمركز التكنولوجي مستوفي. هنا وفر على نفسه وقت ووفر على الموظفين زملائنا اللي موجودين اللي هم على مدار 3 أسابيع من امبارح لغايه يوم 4/5 حوالي 4700 متدرب من زملائنا العاملين والعاملات في وحدات التنميه المحليه ومديريات الزراعه، واللي بتقوم على تدريبهم وزاره التنميه المحليه بشراكه استراتيجيه مع وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه اللي بنوجه لها الشكر في انها هي اللي بتقوم على هذا التطبيق وعلى طبعا المراكز. احنا عملنا اسم للتطبيق يا دكتور خالد، في اسم للتطبيق الناس دلوقتي ممكن تدخل هم زملائنا؟ لا مش دلوقتي، لسه يعني مش دلوقتي. مع بدايه التطبيق هيتم الاعلان عن الاسم. أوكي. وزملائنا في وزاره التخطيط قائمين عليه دلوقتي وعلى تطويره، بحيث لما يدشن يبقى قابل للاستخدام. وبعدين ميزه هذا التطبيق او هذه البوابات ان حضرتك كل الوزارات المعنيه بالتصالح سواء كان وزاره التنميه المحليه مع وزاره التخطيط فتحنا مع الطيران المدني فيما يخص الطيران المدني مع المركز التطوير التنسيق الحضاري مع وزاره الزراعه، كل المعنيين دول الزملاء المعنيين بالزراعه. طب كده احنا محتاجين بقى احنا كده محتاجين يا دكتور خالد ان احنا الموظفين بقى اللي هيتعاملوا أيوة. مع التطبيق دول مفترض ان هيتم تقديم دورات تدريبيه ليهم. ما هو بقى على فكره احنا شغالين يا فندم، معالي الوزير امس افتتح في مركز تدريب التنميه المحليه بسقاره تدريب بدءا من الساده الزملاء سكرتير عموم محافظات المساعدين، وكذلك الامر الزملاء العاملين في المراكز التكنولوجيه والمتغيرات المكانيه ومديريات الزراعه والوحدات المحليه.